بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس وحدة اللغة العربية مكون صرف التحويل درس المصادر. نبدأ على بركة الله بالتعريف. المصدر هو أو مصدر الفعل هو ما تضمن أحرفه لفظا أو تقديرا دالا على الحدث مجردا من الزمن. مثال: علم يعلم علما، وناضل يناضل نضالا، وعلم يعلم تعليما، واستغفر يستغفر استغفارا. أقسام المصادر: تنقسم المصادر إلى أفعال إلى مصادر أفعال ثلاثية ومصادر أفعال غير ثلاثية. مصادر الأفعال الثلاثية يغلب عليها طبع السماع، يعني لا تحكمها قاعدة عامة. مثال: خاط يخيط خياطة، وناب ينيب نيابة، وذاب يذوب ذوبانا، ورحل يرحل رحيلا، وكتب يكتب كتابة. أما مصادر الفعل غير الثلاثية فهي قياسية، وتختلف أوزانها باختلاف صيغ أفعالها أو صيغ أوزان أفعالها. فإذا كان الفعل على وزن فعلل فإن المصدر منه سيكون على وزن فعللة بعثر بعثرة، وإذا كان الفعل على وزن أفعل فإن المصدر منه سيكون على وزن إفعالا أكرم إكراما، وإذا كان الفعل على وزن فعل فإن المصدر منه تفعيلا عظم تعظيما، وإذا كان الفعل على وزن فاعل فإن المصدر منه سيكون على وزن فعالا أو مفاعلة، قاتل يقاتل قتالا أو مقاتلة، وإذا كان الفعل على وزن تفاعل تفعلل فإن المصدر منه سيكون على وزن تفاعللا تدحرج تدحرجا، وإذا كان الفعل على وزن تفاعل فإن المصدر